بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الماضية شباب بلشنا نحكي عن السيريال بورت بالبيك ماكر كنترولر تاعنا. فقلنا يا شباب انه البيك ماكر كنترولر 16F873A في شباب مديول اسمه MSSP اللي هو عبارة عن ماستر سينكرونس سيريال بورت. هذا المديول يا شباب بسمح لنا انه ننقل الداتا بشكل سيريالي، يعني ننقل الداتا من الماكرو كنترولر تاعنا للعالم الخارجي سيريالي، يعني اوكي عبر بن واحد. وكمان بامكاننا نستقبل الداتا من الاوتسايد بشكل كمان يا شباب بشكل سيريالي. وبالتالي يا شباب هذا المديول يا شباب بسمح لنا انه نعمل هاي سبيد كوميونيكيشن، اللي هو كوميونيكيشن عالي السرعه بين الماكرو كنترولر تاعنا وبين الاذر البريفيرال او الماكرو كنترولرز الاخرى، باستخدام عدد قليل من الانبوت اوتبوت لاينز، اوكي ماكسيمم 2 اور 3 لاينز. وبالتالي انا بقدر اتواصل، اخلي 2 ماكرو كنترولرز يتواصلوا مع بعض، اوكي يعني هذا ماكرو كنترولر وهذا ماكرو كنترولر ثاني او بريفيرال، اوكي بخليهم يتواصلوا مع بعض باقل عدد من الانبوت اوتبوت لاين، يعني فقط من 2 او 3 او 3 لاينز، اوكي. وبالتالي اوكي راح يستخدموا الام اس اس بي موديول. وبالتالي هذا الام اس اس بي موديول يا شباب بيسمح لنا انه نربط الماكرو كنترولر تاعنا بماكرو كنترولر ثاني، او الماكرو كنترولر تاعنا بشاشه ال سي دي، اوكي، او انالوج ديجيتال كونفرتر، او سيريال اي بي روم، او شيفت ريجستر، اوكي. وبالتالي الماكرو كنترولر تاعنا راح يا شباب نشبكه اوكي مع مثل هاي الديفايسز او مثل هاي البريفيرالز، اوكي، باقل عدد من الانبوت اوتبوت لاين. طيب الان يا شباب زي ما حكينا سابقا كمان هذا الموديول يا شباب بيشتغل على تو مودز. المود الاول اللي راح نحكي عنه هو عباره عن السي بي اي اللي هو سيريال بريفيرال انترفيس، والمود الثاني اسمه انتر انتجريتد سيركت اللي او اي 2 سي. الآن فعلياً إحنا فقط رحين نأخذ الـ SPI، هذا اللي هي رحين نحكي عنه يا شباب. هذا كأنتم بتقدروا تطلعوا عليه، أوكي، وبتقدروا تعرفوا كيف بيشتغل لحالكم. إحنا رحين نحكي فقط عن الـ SPI. طيب الآن يا شباب بالـ SPI موديول، أوكي، المرة الماضية حكينا إنه كيف ممكن إحنا نستقبل أو نرسل داتا يا شباب بشكل سيريالي. بس بدنا ننتبه انه بالماستر سينكرونس سيريال بورد بالام اس اس بي، اوكي، فعليا يا شباب مش فقط راح نرسل الماستر، مش فقط راح يرسل الداتا، لكن كمان شو راح يرسل؟ راح يرسل الكلوك. وبالتالي الماستر تاعنا راح يرسل الكلوك وراح يرسل الداتا، اوكي. مين راح يرسلهن؟ راح يرسلهن للسليف. السليف راح يرسل كمان، راح يستقبل الداتا وكمان راح يرسل الداتا هو، بس راح يستخدم مين؟ راح يستخدم الكلوك اللي اجته من مين؟ من الماستر. وبالتالي الكلوك تاعتنا هي يا شباب راح تعمل مزامنه وراح تعمل سينكرونايزيشن، اوكي، راح تعمل مزامنه او سينكرونايزيشن. فمجرد السليف ما وصلت الكلوك، الان بيبدا السليف شو يعمل؟ يقرا الداتا اللي وصلته، وكمان السليف راح يستخدم هاي الكلوك بارسال الداتا. وبالتالي الماستر هو المسؤول يا شباب عن ايش؟ عن جنريت الكلوك بهذا النوع من ايش؟ بهذا النوع من السيريال كوميونيكيشن، اوكي. وبالتالي لهيك احنا بنحكي عنه سينكرونس، لانه في نوع ثاني يا شباب راح نحكي عنه اللي هو عباره عن الاسينكرونس. طيب المحاضره الماضيه يا شباب شرحنا هاي الرسمه بالتفصيل، وحكينا الان كل جزء يا شباب كيف بيشتغل. طيب اليوم نكمل موضوعنا عن الـ SPI. طيب الآن يا شباب بالـ SPI مود، أوكي، الـ SPI مود بيسمح لنا أنه نرسل داتا 8 بت، أوكي، نرسل داتا 8 بت أو نستقبل داتا 8 بت. وبالتالي الـ SPI مود allows 8 bit of data to be transmitted and received simultaneously using three input output lines. اوكي يعني بال SPI مود بيسمح لنا، هذا المود بيسمح لنا انه نرسل
أو نستقبل داتا أوكي حجمها 8 بت بشكل سمينتي نوصلي باستخدام فقط 3 input output lines. شو هن هذولا؟ الـ SDO Serial Data Out هذا اللاين مستخدم لإرسال الداتا. الـ SDI Serial Data In هذا بيسمح لنا هذا عبارة عن Receive Line بيستقبل هذا اللاين أوكي من خلاله بنستقبل الداتا. وإيش كمان اللاين الثالث اللي هو عبارة عن Serial Clock CK وهذا هو عبارة عن Synchronization Line. وبالتالي إذا كان عندي مايكرو كنترولر ومايكرو كنترولر ثاني أو مايكرو كنترولر وبريفيرال أوكي فبالتالي أوكي فبالتالي راح نشبككم. كيف راح نشبككم؟ راح نشبككم كالتالي. راح نشبك الأس السيريال كلوك من الأول مع السيريال كلوك من الثاني. راح نشبك الأس دي أو من الثاني مع الأس دي أي من الثاني. ورح نشبك البن تاعت الـ SDO من الأول مع البن تاعت الـ SDO تاعت الـ SDI من الثاني. بتعرفوا الـ SDO Serial Data Out فمن خلاله ببعث الداتا. طب الطرف الثاني بده يستقبل فبستقبل من خلال الـ SDI. تمام؟ الآن يا شباب كل بساطة إذا بدنا هذا المايكرو كنترولر يرسل داتا سيريالي لهذا المايكرو كنترولر أوكي فبكل بساطة أوكي فنيجي زي ما حكيت لكم نشبك الأس السيريال كلوك مع بعضهن البعض تمام بحيث إنه هذا المايكرو كنترولر هو الماستر هو اللي برح إيش يودي لي الكلوك. طيب الآن شو بنيجي بنعمل الـ SDO من هذا بنشبكه مع الـ SDI من المايكرو كنترولر الماستر والـ SDO من الماستر بشبكه مع مين؟ مع الـ SDI من السليف. طيب الآن يا شباب إذا بدنا المايكرو كنترولر هذا يبعث داتا لهذا المايكرو كنترولر بكل بساطة الآن راح نكتب الآن على ريجستر اسمه SSP buffer أوكي فبنكتب على هذا الريجستر إحنا فمثلا بكتب له 5A هذا كاركتر اللي هو 1 بايت فبكتب له 5A بكل بساطة الآن 5A هاي راح تنكتب على الريجستر التلقائي مجرد ما كتبته 5A فمباشرة راح تنكتب الخمسة A على هذا الريجستر تمام؟ الآن مباشرة الخمسة A هاي راح الآن تنتقل عبر الـ SDO إذا إحنا مفعلين طبعاً السيريال إذا مفعلين إحنا السيريال بورد راح تنتقل بت باي بت الخمسة A راح تنتقل بت باي بت عبر هذا اللاين. ومين اللي بعمل مزامنة يعني وين قديش كل بت حجمها الكلوك تاعيتي هاي فبالتالي الكلوك بتكون واصلة هون لأن هذا الطرف الثاني شو بيجي بعمل يا شباب الطرف الثاني بصير يقرأ البتات واحدة واحدة وين يجمعهن بهذا الريجستر وبنفس الوقت البتات اللي موجودة بالريجستر بالريجستر SPR راح تنتقل عبر الـ SDO للـ SDI على كل حال اذا البتات تونا راح تصير ان يتجمع بت واحده ورا الثانيه لما يتجمع هون 8 بت مباشره هذول ال 8 بت راح تروح تلقائي على الريجستر SSP buffer تاع السليف وبالتالي ال 5A اللي بعثناهن بت باي بت راح يتجمع هون بالشيفت ريجستر بعد ما يكتمل تجميعهن اوكي طبعا بعد ما يكتمل تجميعهن وهي الكلوك اصلا بتكون هي اللي يشتغل عليها الشيفت ريجستر تمام الان راحت الداتا اللي بالريجستر هذا بعد ما يتجمعن راح تلقائي ينكتبن بهذا البفر بيجي المايكرو كنترولر بيقرا هاي الداتا فبالتالي راح يقرا الخمسة A وبالتالي الخمسة A اللي بعثناه من هون راح نستقبله من هون نفس الكاركتر
أو نفس البايت. إذن هذا الشباب فعلياً اللي بصير الآن. وبالتالي زي ما أنتم شايفين هون، إذا هذا المايكرو كنترولر بده يرسل لهذا المايكرو كنترولر داتا، فتطلعوا هنا السي بي يو بكتب أول شيء على الأس أس بي بفر، بكتب هون فقط. طبعاً هذا له عنوان، هي عنوانه الأس أس بي بفر، عنوانه 13 بالهكس. فأنت مجرد اكتب داتا على هذا البفر وفقط، هيك أنت بتعمل. طبعاً أكيد بتكون تكونوا مبرمجين السيريال أوتبوت بفر، فبالتالي مجرد ما كتبته على هذا البفر مباشرة يا شباب شو راح يصير؟ هذا الـ SSB بفر راح ينكتب وين؟ على الـ Shift Register SSB SR Register. طبعاً هذا Shift Register وبيشتغل على مين؟ على الكلوك تاعت المايكرو كنترولر تاعنا اللي هي نفسها اللي راح نبعثها لمين؟ للسليف. فبالتالي مجرد انتم ما كتبتوا الداتا هون الآن مباشرة راح تنكتب على هذا الريجستر زي تونا ما حكينا. طيب إذا راح تنكتب هون مباشرة، لما تنكتب هون الآن المايكرو كنترولر تلقائي لحاله راح يبلش الآن يطلعهن هذولا بيت باي بيت، والكلوك طبعا اللي نفس الكلوك الشغال عليها. فبالتالي الآن أوكي، إذا راح يبلشن هذا الـ SSB راح يبلش يطلع لي يا شباب إيش؟ يطلع لي عبر الـ SDO راح يصير يطلع البتات واحدة واحدة. بنفس الوقت الـ SDI هاي إذا إحنا مفعلينها للـ Receive أوكي راح تصير تتجمع بالـ SSB SR. يعني هذا بيكون يطلع بتات وهذا بيكون يستقبل بتات على أي كلوك؟ على الكلوك اللي بيشتغل عليها المايكرو كنترولر، وهي نفسها اللي مودي على مين؟ على السليف. فالآن الكاركتر تاعي راح ينبعث بت باي بت عبر الـ SDO. الآن الطرف الآخر بيكون عبر الـ SDI إيش يعمل؟ يعبي بهذا الشيفت ريجستر، فبالتالي البتات بيكون يفوتن واحدة واحدة. وبنفس الوقت البتات القديمات بيطلعن واحدة واحدة من وين؟ من الـ SDO وبروحن على الـ SDI. طبعا إذا كنا شابكينهم بروحن وين؟ على المايكرو كنترولر الماستر. إذا كنا مش شابكينهم يهملن. ممتاز يا شباب. الآن شو بده يصير عندنا؟ الآن هذا راح يبلش يتجمع فيه الداتا، هذا هو الـ SBR الـ SSB SR راح يبلش يتجمع فيه الداتا. الآن مجرد ما تجمع فيه الداتا وهذا صار فل مباشرة يا شباب إيش يعني؟ راح البت اسمها البي بفر، البي فل عفوا، راح تصير 1. تمام. فبالتالي هاي تلقائيها راح نحكي عنها البت. فبالتالي هذا لما يتجمع فيه، فمجرد ما صار هذا فل راح الداتا ننقلهن وين؟ على الأس أس بي بفر هون أكيد. طيب الآن الطرف الثاني شو بيجي بيعمل؟ السي بي يو بجملة instruction بسيطة شو بيجي بيعمل؟ بقرأ الـ SSB buffer، وبالتالي بيجي المايكرو كنترولر بقرأ إيش؟ بقرأ محتوى هذا الريجستر اللي هو هيو هذا الريجستر يا شباب، هذا الريجستر اللي مشبوك مع الباص تاعنا، مع الانترنال باص تاع المايكرو كنترولر، وبالتالي بإنستركشن واحدة بقدر أقرأ محتوياته. طيب الآن نيجي نقرأ محتويات الريجستر تاعنا هاي، وبهيك بكون يا شباب بكل بساطة المايكرو كنترولر الأول كتب هون فقط. الآن المايكرو يعني إحنا فقط كتبنا هون عفوا على الأس أس بي بفر، إجا المايكرو كنترولر نقل الداتا للطرف الثاني، هاي مسؤولية المايكرو كنترولر. الطرف الثاني بكل بساطة بقرأ محتوى هذا الريجستر. اوكي شباب. طيب الآن يا شباب إذا هاي فعليا اللاينز الثري لاينز اللي إحنا بحاجة لهم بهذا المود. اوكي وبالتالي بنقدر الآن نودي الداتا سيريالي من ماكرو كنترولر لماكرو كنترولر آخر. طيب الآن يا شباب بدنا ننتبه إنه الماستر هو المسؤول او هو اللي بيعمل لي جنريت الكلوك،
والسليف هو اللي بيستخدم الكلوك. يعني فعليا الشباب هون في عندي كلوك داخل المايكرو كنترولر تاعي، كلوك جنريتر، تمام؟ هاي هي اللي راح يشتغل عليها هذا الشيفت ريجستر، وهي نفسها اللي راح نوديها عبر السيريال كلوك هذا الماستر. الان السليف اذا كنا احنا مودنا سليف، هذا بيعني انه هذا الريجستر الشيفت ريجستر راح يشتغل على الكلوك الخارجيه، فكل كلوك بيعمل شيفت، تمام؟ طيب هذا بحاله الاس بي اي مود. الان في عندنا بن ثالث اسمها ايش يا شباب؟ اس اس. اوكي، هاي احنا سليف سيلكت. اوكي، هاي الاس اس يا شباب هي عباره عن بن، اوكي، للمايكرو كنترولر تاعنا. الان هاي شباب متى فعليا بنستخدمها؟ بنستخدمها اذا شبكنا ماستر مع اكثر من سليف. اوكي، هاي عباره عن اوكي بتخلي لي اوكي، اذا هاي عباره عن سليف سيلكت اسمها. هاي يا شباب بتسمح لنا انه ايش نعمل؟ انه اذا كان انا عندي اكثر من سليف اوكي، بخلي المايكرو كنترولر تاع الماستر يتواصل مع سليف واحد فقط. كيف يعني؟ طلعوا لي شباب، انا عندي هنا ماستر واحد، ماستر، وعندي هون سليف 1 سليف 2 سليف 3. طيب اذا هذا الماستر بدي اوصله سيريالي، استخدم السيريال بورد مشان اشبك مع سليف 1 و 2، وبالتالي الاس دي اي تاعت الماستر بشبكها مع تاعت السليف الاول والثاني والثالث. الاس دي او تاعت الماستر بشبكها مع السليف الاول والثاني والثالث. والكلوك تاعت الماستر بنوديها على تاعت السليف الاول والثاني والثالث. طب السؤال تاعي، إذا أنا السؤال تاعنا، إذا إحنا بدنا نودي الداتا لما لسليف واحد، يعني أنا بدي أبعث الداتا لسليف واحد مش للثلاثة، أوكي؟ فالآن شو بنعمل؟ الآن بنوصل المايكرو كنترولر للماستر، ماشي، مع مين؟ مع الأس أس، أوكي، اللي هو عبارة عن السليف سيلكت تاعت السليفز هذول الثلاثة. اوكي، انتبهوا علي شباب، هاي عباره عن الاس اس بس هي اكتف لو، بدنا ننتبه، تمام؟ فبالتالي هاي الاس اس اذا كان هذا سليف بتكون هاي شباب انبوت، بتكون هاي البن انبوت، وبالتالي المايكرو كنترولر اذا بده يتواصل مع هذا السليف ببعث ايش؟ ببعث هنا صفر، طبعا هي اكتف لو، وبالتالي راح نتواصل الان مع هذا السليف، وبالتالي هذا راح يكون فعال. اذا بعثنا له 1 وبالتالي الكوميونيكيشن مش راح يكون مع هذا السليف. وبالتالي هون لاحظوا، اوكي، اذا ببعث من الماستر، ببعث على بشبك الماستر مع الاس اس 1 مع الاس اس للسليف الاول ومع الاس اس للسليف الثاني ومع الاس اس للسليف الثالث. الان إذا بدي أرسل داتا بودي للي بدي أرسل له، بودي له أس أس صفر، والثانيات بوديهن 1، وبالتالي إذا ودينا الآن 101 راح يكون هذا راح يصلوا على الأس أس تاعيته 1، وهذا راح يصلوا على الأس أس تاعيته صفر، وهذا راح يصلوا 1، معناته هذا مش راح، هذا راح يكون مش راح يستقبل الداتا أو يرسلها، ولا هذا راح يستقبل الداتا أو يرسلها، معناته راح يكون السليف هذا هو الفعال، وبالتالي راح الماستر هذا هو اللي راح يعمل كوميونيكيشن مع مين؟ مع هذا السليف. يعني هذا الماستر راح يعمل كوميونيكيشن فقط مع هذا السليف. وبالتالي الأس أس هذا بن اللي شفتوه هون يا شباب، أوكي، فعلياً هي راح تستخدم إذا كان عندنا أكثر من سليف. الآن إذا كان عندنا فقط سليف واحد زي هون، ما في داعي نستخدم الأس أس بن، وبالتالي راح نعملها disable، وبالتالي بقدر أعملها disable من خلال
اللي هو اس اس بت، هاي موجوده بالكنترول ريجستر. طيب على كل حال، اذا بالاس اس بي اي مود فعليا هاي شباب الاشياء اللي بتحدث ضمن هذا المود، او هيك هذا المود بيشتغل. طيب الان يا شباب بهذا المود، اوكي، في عندنا يا شباب كنترول ريجستر اسمه اس اس بي كنترول 1، وكمان بنسميه اس اس بي كنترول. هذا عباره عن ريجستر بتحكم بطريقه عمل مين، بطريقه عمل هذا الموديول بالاس بي اي مود. طيب الان هذا الريجستر، طبعا انتبهوا يا شباب، هذا الريجستر اللي هو الاس اس بي كنترول موجود على عنوان 14 هكس، اوكي، موجود على عنوان 14 هكس. طيب الان خليني نشوف بالتاتو واحد، خليني نشوف بالتاتو بالتفصيل. طلعوا لي يا شباب، اول نقطه في عندنا اول 4 بت اسمهن اس بي اس اس بي ام 0 اس اس بي ام 1 اس اس بي ام 2 اس اس بي ام 3. هذول الاربع بتات يا شباب بيحدد لي المود تاعي، بيحدد لي السينكرونس سيريال بورت مود تاعنا. كيف يعني؟ طلعوا لي شباب، الان اذا كان هذول الاربع بتات اربع اصفار، يعني 0 0 0 0، احنا بشو بكون بهاي الحاله؟ بيكون الاس بي اي ماستر مود، والكلوك اللي بيشتغل عليها، الكلوك تاعيتنا راح تكون هي عبارة عن الفريكونسي تقسيم 4، اوكي، الفريكونسي يعني الكلوك تاعيتي بيكون هي عبارة عن الفريكونسي على 4. اما اذا كنا 001 بتكون احنا برضو بالاس بي اي ماستر مود، لكن بتكون الكلوك فريكونسي على 16. 0010 احنا بنكون بالاس بي اي ماستر مود فريكونسي تقسيم 64. 0011 احنا بنكون بالاس بي اي ماستر مود، لكن الكلوك بتكون التايمر 2 على 2. اذا وبالتالي هذول البتات يا شباب فعليا بيختار لي الكلوك اللي بده يشتغل عليها الشيفت ريجستر. بحالة ايش يا شباب؟ بالماستر مود، اكيد بالماستر مود، لانه بالماستر مود بيكون المايكرو كنترولر يشتغل على الكلوك تاعيته. طيب قديش مقدار الكلوك اللي راح يشتغل عليها؟ راح تكون حسب البتات اللي احنا من الام 0 للام 3، هذول الاربعه بتات بيحدد لي الفريكونسي او الكلوك اللي راح يشتغل عليها يا شباب مين؟ المايكرو كنترولر. بس بدنا ننتبه، هذول نفس السن، اوكي، الكلوك تاعيتي راح يشتغل عليها راح يشتغل عليها مين؟ اللي هو الشيفت ريجستر الموجود عندنا، وكمان نفس السن يا شباب اللي راح يطلع عبر مين؟ عبر السورس كلوك، عفوا السيريال كلوك، مش بالماستر لازم نودي احنا الكلوك للسليف، فاكيد راح نودي له عبر مين يا شباب؟ عبر هاي، تمام؟ فبالتالي هي نفسها اللي راح تطلع عبر عبر السيريال كلوك. طيب تمام، الان يا شباب احنا قلنا بالاس بي اي مود في عندنا تو مودز، ماستر وسليف. طيب هذول البتات كمان بيحددن اذا احنا ماستر او سليف، وبيحددن كمان اذا احنا ماستر شو الكلوك اللي راح نشتغل عليها، واذا احنا سليف، اوكي، بيحددن كمان انه نعمل للاس اس انيبل او ديسيبل. وبالتالي اذا مثلا احنا 0100 بنكون احنا بحاله اس بي اي سليف، يعني بكون المايكرو كنترولر تاعي، انتبهوا، المايكرو كنترولر تاعنا بيكون بسليف. طيب وبالتالي الكلوك اللي بده يشتغل عليها الريجستر تاعنا شو راح تكون يا شباب؟ راح تكون الكلوك الخارجيه،
هاي اللي جايه من سيريال كلوك. اوكي، يعني هاي الكلوك هي اللي راح يشتغل عليها. طب الاس اس بن بتكون انيبل، اكيد اس اس بن بتكون انيبل بهذا، طبعا بهاي الحاله، بحاله 0100 الاس اس اللي هي عباره عن سليف سيلكت بتكون يعني هاي فعاله، يعني بكون انت عندك اكثر من سليف فبالتالي بتكون هاي فعاله. اما بحاله 0101 يعني اذا احنا حطينا 0101 هون 0101 بهاي الحاله احنا بنكون بالسليف مود، والكلوك تاعتنا اكيد راح تكون الكلوك اللي جاي من برا لان احنا بالسليف 100%، بس بتكون الاس اس بن ديسيبلد، هاي يعني بتكون غير فعاله، يعني كانه انت عندك فقط سليف واحد، وبالتالي هاي البن راح تصيروا تستخدموها انتوا كايش، كانبوت اوتبوت طبيعيه، فبتستخدموها بالاستخدامات الاخرى بالانبوت اوتبوت، يعني الاس اس بن بتكون غير مستخدمه. اوكي، او هي ليست هي اللي بتفعل لي ايش يا شباب اللي هو السليف. تمام، اذا هيك يا شباب بيكون هاي الاربع بتات هذول بيحدد لي ماستر او سليف. الان اذا احنا ماستر بنحدد شو الكلوك اللي بدنا نشتغل عليها. طيب واذا احنا سليف بيحدد لي، طبعا اذا احنا سليف 100% الكلوك راح تكون الكلوك الخارجيه، هاي مفروغ منها. اذا الان اذا احنا سليف بنحدد انه الاس اس بن يكون فعال او غير فعال، هاي ذا البن يعني فعال او غير، يعني اذا انت عندك ماستر واحد، اذا عندك عفوا سليف واحد، بهاي الحاله ايش اعمل ديسيبل الى هذا البن واستخدمه انبوت اوتبوت للاستخدامات الاخرى. اذا عندك اكثر من سليف زي ما شفنا قبل شوي، اوكي تعمل له انيبل وبصير هذا الاس اس اذا اجى صفر راح يكون هذا السليف فعال، اذا اجى واحد راح يكون هذا السليف مش فعال. طيب اذا هذول اول اربع بتات داخل هذا الكنترول ريجستر، هذا الكنترول بيتحكم بطريقه عمل مين؟ الموديول اس اس بي. طيب الان في عندنا يا شباب بت اسمها كلوك بولاريتي سي بي اللي هو كلوك البت الرابع، اسمها كلوك بولاريتي سيلكت بت. بهاي يا شباب بتكون الواحد هي الايدل ستيت فور كلوك، يعني الواحد بتكون هو عبارة عن الايدل ستيت، وزيرو إذا حطيناها زيرو هاي البت إحنا إذا حطيناها واحد بتكون الكلوك واحد هي الايدل ستيت للكلوك تاعيتي. أوكي، بتكون الايدل ستيت للكلوك تاعيتي هاي ليفل يعني واحد. إذا حطينا هاي البت صفر، إذا حطينا الكلوك بلاريتي قيمتها صفر بتكون الايدل ستيت للكلوك تاعيتي هو ايش؟ لو، يعني بتكون الصفر هي ايش؟ الايدل ستيت. شو يعني الايدل ستيت؟ يعني الخمول، يعني بتكون اوكي، يعني بتكون الستيت تاعيتي اوكي، شوفوا اذا حطيت هاي واحد بيكون الايدل ستيت للكلوك تاعيتي هي واحد، يعني لما تكون واحد او هاي ليفل، يعني بتكون هاي ليفل وبالتالي بكون واحد، وبالتالي بهاي الحاله بتكون هاي الكلوك غير فعاله ان اكتف، يعني مرحله خمول. اما اما اذا حطيتها صفر هاي البت فبتكون الايديال ستيت هي اللو ليفل، فبالتالي اللو ليفل هو بكون حاله الخمول للكلوك تاعتي. الآن يا شباب بدنا ننتبه في عندنا بت الخامسة، هي بت كثير مهمة وهي عبارة عن SSP Enable Synchronous Serial Port Enable Bit. هاي يا شباب هي اللي بتفعل لي البت، هاي هي اللي بتعمل لي Enable لمين؟ لا اللي بتفعل هاي البت يا شباب هي اللي بتعمل Enable للسيريال بورت تاعي، السينكرونس سيريال بورت.
فإذا أنتوا حطيتوها صفر تعمل لي disable the serial port disable، وبالتالي هذا السيريال بورت بصير غير مستخدم، وبالتالي هذول البتات أو هذول البنز عفوا راحات يستخدمن للإنبوت أوتبوت الطبيعي للبورتات العادية، تمام؟ للبورتات الإيش المشتركة. أما إذا حطيتوا هاي البت واحد معناها أنتوا بدكم إيش تعملوا؟ معناتها أنتوا راح تعملوا إنيبل للسيريال بورت، إذا هذا السيريال بورت راح يصير يشتغل وراح يصير يستقبل الداتا ويبعث الداتا سيريالي، وراح يصير يستقبل الكلوك أو يبعث الكلوك، أوكي؟ حسب المود تاعنا. والأس أس كمان هاي راح تكون فعالة طبعاً بشرط تكونوا مفعلين أنتوا مفعلينها بالبت من صفر من صفر لثلاث. وبالتالي شباب إذا حطيتوا واحد معناته الـ Enable Serial Port، وبالتالي Serial Port بصير يودي ويستقبل إيش داتا سيريالي، وبالتالي الـ S-Clock والـ SDO والـ SDI والـ SS راحات أوكي يصيرن يشتغلن لهاي أو راحات يعني يتفعلن، وبالتالي هذا البورت راح يصير يبعث ويستقبل داتا سيريال. فبالتالي دائما إذا بتكون تستخدموا هذا السيريال بورت حطوا هاي واحد، بتكونش تستخدموه حطوها صفر. الآن يا شباب في عندنا بتين كمان داخل هذا الكنترول ريجستر، شو أسماءهن؟ التالي شوفوا يا شباب، في عندي واحدة اسمها SSPOV SSPOV اللي هي Receive Overflow Indicator Bit. طيب هاي شو بتعمل يا شباب؟ اطلعوا على الشباب، هاي الـ SSOVV وهي بحالة الـ SBI Slave Mode، يعني هاي فقط بالـ Slave Mode، يعني إذا كنتوا أنتوا عاملين Configuration لهذا المايكرو كنترولر بالـ Slave Mode. هاي Overflow Bit من اسمها، طلعوا شباب Overflow. الآن هاي البت راح تصير واحد أو راح تصير صفر، تمام؟ راح تصير واحد أو راح تصير صفر. الآن هاي البت يا شباب راح تصير صفر في حالة إنه no overflow، طيب، وراح تصير واحد بحالة صار overflow. بس متى بصير overflow؟ طلعوا لي شباب، بصير واحد لما a new byte is received، يعني لما يجيني byte while the SSP buffer register is still holding the previous data. شوفوا هسا لما يكون عندنا هذا في داتا، في داتا ولحد الآن مش مقروءة. طيب افرض الآن إجاني بايت جديد، إجاني بايت من هون وهذا تعبى بمعلومات، أوكي؟ مرة ثانية شباب، أنا عندي الـ SSB buffer في معلومات ولحد الآن الماكرو كنترولر مش قارئها. طيب الآن افرض إجاني من هون عبر الـ SDI إجاني بايت آخر، فبالتالي هذا راح يتعبى، صح؟ راح يتعبى، لأن احنا بنعرف لما هذا الشباب يتعبى راح ايش؟ راح يكتب لي الداتا وين؟ على الـ SSB buffer، وبالتالي الـ SSB buffer راح الداتا تعيد وتنحذف. وبالتالي إذا احنا استقبلنا بايت جديد والبايت القديم بعدنا مش قارئينه، اوكي، بهاي الحالة راح يصير عندنا overflow، اوكي، لانه هذا البايت راح نكتب عليه وبالتالي راح يضيع. فبالتالي هاي البت تلقائي بصير 1، اما بالوضع الطبيعي بكون 0. وبالتالي بدكم تنتبهوا انكم تقرأوا الـ SSB buffer قبل ما يجيني ايش؟ قبل ما يجيني داتا جديدة. طيب الآن في عندنا بت ثالث، بت البت رقم 7 اسمها WCOL اللي هو Write Collision Detect Bit، وهاي فقط بتصير بحالة Transmit Mode Only. طيب هاي شو كيف بتشتغل يا شباب؟ طلعوا لي يا شباب، الآن هاي البت تلقائي بتكون بتصير يا صفر يا واحد،
بتكون صفر بحالة النو كولاجين، بس بتكون واحد متى؟ طلعوا لي شباب، إذن بحالة الترانزميت. The SSB buffer register is written. يعني انتبهوا شباب، هسا عندنا هنا في داتا وقاعدين يا شباب نرسل فيها عبر الـ SDO. طب سؤال، إذا إجينا وإحنا نرسل فيها إجينا إحنا كتبنا بايت جديد على الـ SSB buffer هون، يعني كتبنا بايتون بايت جديد، القديم بعده مش مرسل، يعني قاعد بنرسل أول بأول بس بعده مش خالص، وبالتالي لما نكتب أوكي لما نكتب على الـ SSB buffer نكتب عليه، بينما أوكي الورد السابقة أو البايت السابق قاعدين بنرسل فيه. طيب شو بده يصير هنا؟ بده يصير كوليجن، تضارب، صح؟ إذا أنا عندي البايت قاعد برسل فيه، تمام؟ البايت قاعد برسل فيه الآن، البايت القديم. طيب الآن جينا إحنا كتبنا بايت جديد، فلما أنتوا تكتبوا على SSB buffer والأس ريجستر هذا بعده برسل بالقديم، الآن طوال شو رح يصير؟ تضارب. ليش؟ لأنه هذا البايت رح يكتب هون، وبالتالي البايت القديم رح نخربه إحنا، وبالتالي بهاي الحالة شو رح يصير عندنا؟ رح يصير كوليجن، تضارب، فطوالي هاي البت بتصير 1. الآن يا شباب إذا دائما لازم نشوف الـ WCOL هذا اللي هو عبارة عن Right Collision Detect Bit حتى نتأكد أوكي إنه ما يصير عندنا إيش؟ ما يصير عندنا Collision بإرسال الداتا. طيب الآن يا شباب في عندنا ريجستر ثاني اسمه SSB أوكي SSB Status، هذا عبارة عن ريجستر اوكي SSB status موجود على عنوان 94 هكس. اوكي هذا الريجستر يا شباب هو عباره عن status register. طيب في الان مجموعه من البتات، طلعوا لي شباب عليهم، هذا ريجستر ثاني، تمام. الان البتات اللي راح نهتم فيهم بهذا المود هن بت 0 بت 0 وبت 6 وبت 7 فقط، اوكي باقي البتات مش مستخدمات بهذا المود. طيب الان يا شباب خلينا نشوف هذول البتات كيف بيشتغلون. اطلعوا لي شباب، في عندي بت 0، بت 0 هيها اسمها بي اف بي اف اللي هو بفر فول ستاتس بت، ايوه هاي تستخدم طبعا في حاله الريسيف مود اونلي. طيب هاي يا شباب اوكي هاي شباب كيف بتشتغل؟ هاي شباب بتصير واحد لما الريسيف كومبليت، يعني لما الـ SSB buffer is full، يعني لما الـ SSB buffer is full طوالي هاي البت بتصير واحد. يعني انتبهوا علي شباب بالرسم اللي هون، لما الآن بحالة الريسيف only قلنا فقط، فبالتالي لما هذا البفر لما هذا الريجستر شيفت ريجستر لما يتعبى، فمباشرة هذا لما يتعبى تلقائي البي اف بت اللي بالستاتس ريجستر تلقائي راح تصير واحد، وبالتالي الريسيفر تاعنا ممكن يعرف انه الداتا جديد وصلته اوكي لما يفحص هاي البت. الان اذا فحصنا هاي البت ولقيناها واحد مباشرة ايش راح تصير؟ راح يعرف انه وصلوا داتا، وبالتالي هاي البت معناها ريسيف كومبليت، وبالتالي بهاي الحالة طبعا احنا بنعرف لما يصل الداتا لهون وهذا يتعبى تلقائي المايكرو كنترولر بكتبه وين؟ على الـ SSB buffer، وبالتالي بنيجي احنا بنقرأ الـ SSB buffer، وبالتالي لما الـ SSB buffer يتعبى هاي البت تلقائي اصلا بتكون 1. طيب وبالتالي 1 receive complete او الـ SSB is full. الآن لما تكون صفر الريسيف not complete، يعني الـ SSB buffer is empty أو بعده مش مكتمل، أكيد is empty، تمام؟ ليش؟ لأنه إحنا يا شباب بصلنا داتا عبر الـ SDI، فبالتالي هذا ببلش يتعبى، هسا على الـ SSB buffer بيكون فاضي،
الآن مباشرة لما هذا الشباب يتعبى كامل ويصير فيه 8 بت، الآن مباشرة ببعث لي الداتا وين؟ على الاس اس بي بفر، فبصير هذا فل، ومباشرة هاي البت راح تصير واحد. فإذا إحنا بدنا نقرأ من الاس اس بي بفر، كيف بنعرف إنه هذا فيه داتا؟ طوالي بنلاقي هاي البت واحد. تمام. الآن إذا كانت صفر معناها الريسيف نوت كومبليت، وبالتالي أنتم المفروض يا شباب ما تقرأوا من الاس اس بي بفر إلا لما تفحصوا هاي البت، إذا لقيتوها واحد اقرأوا، إذا لقيتوا صفر لا تقرأوا، لأنه الاس اس بي بفر بيكون امتي. الآن البت السادسة اللي هاي الكلوك، أوكي الكلوك سي اتش اي اللي اسمها اس بي اي كلوك سيلكت بت، هاي يا شباب اوكي كالتالي بتشتغل. اذا كانت واحد الترانزميت عملي الترانزميت اوكيرز اون ترانزيشن فروم اكتف تو ايدل كلوك ستيت. اما اذا كانت السي اتش اي صفر بيكون الترانزميت اوكير عمليه الترانزميت بتصير لما نعمل ترانزيشن بين الايدل للاكتف ستيت. طيب الايدل حاله الخمول هاي يا شباب وين بنحددها؟ تونا حكينا عنها، تحدد هون بالبت الرابعه بالاس اس بي كنترول، هي بتحدد لي شو الايدل تاعي. فبنعرف احنا الايدل اذا كانت هاي البت واحد بيكون الايدل هو بحاله الهاي، واذا كانت صفر بيكون الايدل ستيت بحاله اللو. طيب اذا وبالتالي الكلوك سيلكت بت هاي بتحدد لي عمليه الترانزيشن وين بتصير، يعني بتصير اوكي عمليه الانتقال من الاكتف للايدل. طيب الان الاس ام بي بت هاي البت السابعه هاي يا شباب هي عباره عن السامبل بت، سامبل بت بنسميها. طيب السامبل بت بحاله الماستر مود، بحاله الماستر اذا كان هاي واحد بتكون الانبوت داتا سامبل ات اند اوف داتا اوتبوت تايم، يعني عمليه السامبلنج اللي هو تجميع الداتا بتتم بحاله الاند اوف داتا اوتبوت تايم. اما بحاله الصفر بيكون الانبوت داتا بيكون عمليه السامبل متى؟ بالميدل، بمنتصف اوف داتا اوتبوت تايم. هسه بنشوفها برسمه. بحاله الاس بي اي سليف مود الاس ام بي سامبل هاي بت must be cleared when اس بي اي از يوزد ان سليف مود، وبالتالي اذا احنا اخترنا الاس بي اي بحاله السليف مود لازم هاي نعملها كلير، يعني لازم تكون صفر. طيب الان هذول الريجسترين يا شباب اوكي لازم اوكي نحددهم ونعملهم احنا ماشي، او لازم اوكي بنقدر الان نستخدمهم. تمام هذول الريجسترين مشان نعمل كونفيجريشن لمين للسيريال بورت تاعنا. اوكي الآن يا شباب اطلعوا لي على هذا التايمينج دايجرام الموجود أمامنا اللي بوضح الـ SBI تايمينج بحالة الماستر مود وبحالة السليف مود. طيب الآن شوفوا يا شباب الكلوك تاعيتي اللي هي عبارة عن السيريال كلوك، أوكي هاي السيريال كلوك تاعيتنا. تمام خلينا نشوف الـ SDO هذا عبارة عن الداتا اللي بتطلع، إذا هذا الـ SDO. خلينا نشوف الـ SDI الداتا اللي بتيجي. تمام هاي الداتا يا شباب اللي بتيجينا طبعا بحالة السامبل صفر أو بحالة السامبل 1. وخلينا نشوف الـ SSBI flag interrupt flag SSBIF هذا متى بيصير واحد يا شباب. تمام إلى خلينا نشوف اذا بهذا الدايجرام الشباب بيوضح لي الكلوك تاعيتي السيريال كلوك ب عده حالات.
لما تكون الاس بي 0 والكلوك 0، لما تكون الاس الكلوك بوليريتي 0 والكلوك اي 1، لما تكون الكلوك بوليريتي 1 والاي 0 والبي 1 والاي 1. فبيحدد لي شباب هذا شباب هنا بيحدد لنا فعليا او بهاي الرسم اللي امامنا بتحدد لي او بتورجيني الكلوك بمود مختلفه. طيب طلعوا لي شباب كيف راح يكون عندنا الاوتبوت بهذا اللي بهاي الرسمه. طلعوا لي شباب الان عندنا هنا لما تكون الاس بي الكلوك بي الكلوك بي صفر، شو معنى الكلوك بي صفر يا شباب؟ الكلوك بي صفر يعني البوليريتي صفر، يعني مرحله الخمول بتكون صفر. اذا هاي هي مرحله الخمول على الصفر، هنا مرحله الخمول صفر برضه، هنا مرحله الخمول واحد، مرحله الخمول هنا واحد، هيها اس بي كلوك بوليريتي واحد، وهنا كلوك بوليريتي واحد، وهنا كلوك بوليريتي صفر، وهنا كلوك بوليريتي صفر. طيب الكلوك اي صفر شو معنى الكلوك اي صفر؟ هاي شباب الكلوك اي صفر، الكلوك اي صفر هاي هاي الكلوك اي الكلوك سيلكت. لما تكون صفر بتكون الترانزيت اوكير اون ترانزيشن فروم ايدل تو اكتف. طب قديش هون الايدل؟ صفر. هون الايدل صفر، تو اكتف يعني لواحد، يعني هون عمليه الترانزيشن بتتم من صفر لواحد، هون عمليه الترانزيشن بتتم هيك، يعني كانها على اكتف، كانها على اكتف هاي يا شباب صح؟ طب اطلعوا لي على هاي، لما تكون البولاريتي واحد، شو معنى البولاريتي واحد؟ يعني الخمول على واحد. عون. طيب السي الكلوك اي صفر، شو معنى الكلوك اي صفر؟ الترانزيت اوكير اون فروم ايدل، الايدل اتفقنا واحد بها هون عندنا بهاي الحاله. واحد تو اكتف، شو معناته الاكتف؟ على الصفر. يعني كانها وين؟ على الاكتف لو، وبالتالي نرجع عليها كانها هنا بهذا الكيس كانها على الاكتف لو. يعني عمليه الترانزيشن بتتم على الاكتف لو. طيب وبالتالي بناء عليه طلعوا لي شباب، اذا معناته بالحاله هاي طلعنا عليها تشتغل على الاكتف هاي، هي تمام. وهون وهاي على الاكتف هاي، عفوا كله نفس المبدا. اذا عمليه الترانزيشن بتتم على الاكتف هاي، يعني هون هاي وهاي هون وهاي هون وهاي هون اوكي وهاي هون الى اخره. ونفس الشيء هاي الحاله الثالثه بتتم عمليه الترانزيشن على الاكتف لهون، يعني وهون 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 الى اخره. والحالات الثانية نفس المبدأ، بتتم الترانزيشن هون هاي الحالة وهون 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 عفوا اوكي. اذا بحالة السي الكلوك بيريتي صفر والكلوك اي واحد بيكون الترانزيشن هون برضه. طبعا هن معمولات هذول كلهن يكونن ب على نفس التايم يعملن ايش؟ ترانزيشن تمام. وهي نفس الشيء راح تكون اكيد على هون على هاي على الهاي هون على الهاي وهاي وهاي الى اخره. وبالتالي عمليه الترانزيشن كلهن راح تتم من بهذا الوقت اوكي إلى آخره. أوكي زي هيك. أوكي. الآن أكيد بعد 8 كلوك بيكون عملية إرسال الداتا واستقبالها تمام؟ أوكي بعد 8 كلوك لأنه إحنا نرسل ونستقبل 8 بتات. طيب فبتلاحظوا يا شباب إنه كل كلوك تيجينا كل كلوك لاحظوا هاي الكلوك وهاي الكلوك طبعا على الرايزنج او على الفولينج ايدج هذا بيعتمد على البولاريتي اوكي وعلى
الكلوك انيبل هيهن على هذول البتين. الكلوك بولاريتي اللي هو هاي البت اللي بالكنترول ريجستر، والكلوك سيلكت بت اللي هو عباره عن هاي البت. اوكي، هن عباره عن بتين، فراح يكون عندنا اربع حالات. فهنا بهذا المثال بيوضح لي هذول الاربع حالات. طيب ممتاز. فبالتالي عمليه الترانزيشن بتتم اوكي على الاس دي او اوكي، راح تكون اوكي شباب على يعني حسب الكلوك، اكيد حسب الكلوك وحسب خيارات الكلوك. فاحنا هاي الكلوك عندنا اربع حالات راح تكون، لانه بيعتمد على بتين السي سي كي بي والسي كي اي. وبالتالي اوكي كل كلوك بنبعث بت. فبتلاحظوا يا شباب انه عمليه ارسال الداتا كيف بنبعثن من الموست للليست. وبالتالي اول اذا عبر الاس دي او راح نبعث الموست سيجنيفيكنت بت، يعني البت السابعه تمام، الكلوك اللي وراها السادسه، اخر كلوك بنبعثها اللي هو الصفر. وبالتالي بهذا النوع من الارسال الداتا اوكي راح نرسل الداتا يا شباب من بت سبعه لبت صفر، يعني بنبعث الموست سيجنيفيكنت بت وايش وبالاخير اللي سيجنيفيكنت بت. طبعا الطرف الثاني يا شباب راح يستقبل الموست بالاول وراح يبدا يعملهن شيفت واحده واحده، وبالتالي راح يجمعهن كثمانية بت بالاخير. طيب الان الاس دي اي يا شباب، الاس دي اي اوكي اللي هو عمليه السامبلينج، يعني لما يجي داتا كيف بيستقبل الداتا. انتوا لاحظوا يا شباب عبر الاس دي او كل كلوك عندنا، كل كلوك جايتنا، كل كلوك بتيجي راح نستقبل ايش، راح نبعث بت تمام. يعني هون راح نبعث بت. طب سؤال، الداتا اللي جايتني راح اعملها سامبلينج صح، راح اعملها سامبل. وبالتالي عمليه السامبلينج وين بتتم؟ طلعوا لي يا شباب عمليه السامبلينج بتتم يا بالمنتصف او بالاخير، حسب مين؟ حسب البت السابع. اذا انتم حاطينها واحد عمليه السامبلينج at the end of data output time، اذا حاطينها صفر السامبلينج بتتم at the middle. وبالتالي بهاي الحاله لاحظوا اذا حاطين الاس ام بي صفر السامبلينج وين بتتم؟ بالمنتصف، يعني بمنتصف التايم هنا، ومنتصف التايم بقرا البت السابعه. اما اذا حاطين السامبل 1 باخر التايم راح اقرا البت السابعه. فعمليه السامبلينج بتتم بنهايه التايم تاع مين؟ التايم اوكي التايم تاعنا نهايه الكلوك. نفس الشيء بالكلوك رقم 2، بالكلوك رقم 2 هاي بالكلوك رقم 2. طيب الان بيجيني داتا عبر الاس دي اي، فلازم اعملها سامبلينج وادخلها بالريجستر. فوين الان وين بقراها؟ اذا الاس ام بي صفر معناها راح نقراها بنص التايم. اذا احنا حاطين الاس ام بي واحد راح نقراها باخر التايم. اوكي، وبالتالي الان بكل كلوك زي ما انتم شايفين كل كلوك موجوده عندنا اوكي راح نعمل سامبلينج للداتا للاس دي اي انبوت. وبالتالي الاس دي اي انبوت اللي بيجيني هون مثلا، فبالتالي الان بقرا البت بنص التايم، هنا بقراه باخر التايم. طيب الان بعد 8 كلوك 100% راح يكون هذا الشيفت ريجستر يتعبى. الشيفت ريجستر يتعبى، الان يا شباب مجرد ما تعبى معناته طوالي شو بنعمل؟ بننقل الداتا تاعاته وبنوديهن وين؟ على البفر. بنوديهن على البفر تاعنا، فبالتالي 100% بالنهايه راح نوديهن على البفر. وكمان يا شباب اوكي، وكمان يا شباب مش يعني شو بصير كمان عندنا؟ كمان يا شباب لما نخلص عمليه الارسال عبر الاس دي او او الاستقبال عبر الاس دي اي، طوالي الاي فلاج الانتربت فلاج تاعت الاس اس بي طوالي شباب راح تصير واحد تمام. وبالتالي لما نقرا الداتا
او لما الاس اس بي ار ريجستر يتعبى بهاي الحاله ويحط بالاس اس بي بفر الداتا، معناته بهاي الحاله راح يصير عندنا هنا اوكي هذا الفلاج راح تصير واحد. اذا يعني بنهايه الارسال البايت او بنهايه استقبال البايت تمام راح الاي فلاج يصير واحد. وبالتالي معناته شو هذا بيعني يا شباب؟ معناته اذا احنا مفعلين الانتربت، عاملين انيبل للانتربت للاس اس بي موديول مباشره، شو راح يصير عندنا؟ راح الهاندلر اوكي راح يتنفذ. وبالتالي احنا ممكن نكتب كودنا كالتالي، ممكن احنا شو نعمل يا شباب؟ نكتب كودنا كالتالي، انه لما نستقبل بايت جديد، لما نستقبل بايت جديد طوالي شو راح يعمل؟ يروح يتنفذ الهاندلر تاع الاس اس بي. وبالتالي بهاي الحاله راح نروح نقرا ايش يا شباب؟ راح نروح نقرا هذا البايت، فبالهاندلر تاعنا نقرا هذا البايت. ونفس الشيء يا شباب الشيء فيما يتعلق بالسليف مود. اذا احنا اوكي اوكي اذا احنا شو بنعمل يا شباب؟ كيف ممكن نكتب كودنا؟ بكل بساطه اول شيء بنعمل كونفيجريشن للاس اس بي موديول بحيث يشتغل على الاس اس الاس بي اي تمام؟ نعمل له كونفيجريشن. الان ممكن انا المايكرو كنترولر تاعي ممكن الان يستقبل ايش؟ يستقبل بايتات، يستقبل بايت. الان كل بايت جديد بستقبله اوكي اذا انا مفعل، لاحظوا هنا كل بايت جديد بستقبله او احنا بنرسله مباشره الاس اس بي اي فلاج بصير واحد. فاذا انا مفعل فعل الانتربت تاع الاس اس بي طوالي راح يروح يتنفذ الهاندلر تاعنا، الهاندلر او طوالي راح يصير عندنا اكسبشن وبالتالي او راح يصير عندنا انتربت وبالتالي راح يتنفذ الهاندلر اوكي عندنا بالمايكرو كنترولر، راح يتنفذ الهاندلر. لان داخل الهاندلر هذا شو انا باجي بعمل؟ اوكي بكل بساطه بقرا الاس اس بي بفر. وبالتالي بهاي الحاله بيكون احنا اجانا داتا جديده وبالتالي قراناها من خلال الهاندلر تاعنا. طيب يا شباب الان هون يا شباب عندنا مثال بسيط اوكي، هذا المثال يا شباب بيوضح لي كيف احنا ممكن نرسل اوكي كيف ممكن نرسل تو كيف ممكن نرسل ديجيت اوكي او كاركتر عبر مين يا شباب؟ يعني عبر السيريال بورت اوكي. فبالتالي هذا المثال عندنا اوكي راح نرسل تو كاركترز اوكي او تو ديجيتس عبر اللي هو عبر السيريال بورت اللي خاص بالمايكرو كنترولر تاعنا. طيب طلعوا لي يا شباب كيف هذا البرنامج بيشتغل. انتبهوا لي شباب الان شو لازم نعمل؟ اوكي اول خطوه طلعوا لي على المايكرو كنترولر تاعنا اوكي، فلازم الان نفعل مين يا شباب؟ لازم يا شباب نفعل السيريال بورت تاعنا، هذا اول شيء لازم نعمله اوكي. وبالتالي طيب قبل ما نفعله طلعوا لي على المايكرو كنترولر تاعنا، في عندنا بالمايكرو كنترولر تاعنا راح نرسل يا شباب احنا تو ديجيت، فبالتالي راح نرسل معناته عبر كيف راح نرسله؟ عبر يا شباب اللي هو هاي اللي هو سيريال داتا اوت، هيو عبر هذا البن تمام. اذا راح نرسل الداتا عبر هذا البن، وبما انه هذا المايكرو كنترول راح يكون هو الماستر معناته كمان راح نرسل يا شباب ايش؟ الكلوك تاعتنا. فالكلوك تاعتنا هي على مشتركة مع بورت سي بت رقم 3، مع بت رقم 3 تاعت بورت سي، يعني هون هي اللي هو سيريال كلوك. ممتاز. إذا هاي عبارة عن السيريال كلوك وهاي عبارة عن الاس دي او. ممتاز. إذا بكل بساطة شو راح نعمل؟ راح نرسل الداتا عبر هذا البن، هون الداتا، وهون راح نرسل مين؟ راح نرسل الكلوك تاعتنا. طبعا وين بنرسلهن؟
على المكان اللي بدنا اياه. ممكن نرسلهن يا شباب لمايكرو كنترولر اخر، ممكن نرسلهن لمين؟ لبريفرال اخر يعني، تمام. فبالتالي هون راح نبعث الداتا وهون راح نبعث الكلوك تاعتنا. طيب هذا المايكرو كنترولر بديش هي يستقبل داتا ان، فبالتالي بتركها يعني ما بستخدمهاش، فبالتالي السيريال داتا ان دونت كير بالنسبه لي، بديش اشبكها، فقط هذا المايكرو كنترولر يود الداتا سيريالي يعني ما بدي يستقبل، فبالتالي الاس دي ان هيها اللي هو بين رقم 15 بتركها فلوت، تمام. طيب الان اذا زي ما حكينا المايكرو كنترولر تاعنا شو بنعمل يا شباب فيه؟ بنشبكه، اوكي، بنشبك الاس دي او تاعه مع البريفرال الاخرى او المايكرو كنترولر الاخر، والكلوك تاعتنا بنوديها برضه من المايكرو كنترولر للمايكرو كنترولر الاخر او البريفرال الاخرى عبر مين؟ عبر الاس كلوك، عبر بن رقم 14 والمايكرو كنترولر تاعنا. طيب الان يلا خلينا نبرمج هذا المايكرو كنترولر. طيب فالان شو بنيجي بنعمل؟ كالتالي، اول خطوه يا شباب لازم نعملها، لازم نحدد ايش؟ لازم نعمل البن، لازم الاس دي او والاس كلوك نعملهن اوتبوت، تمام؟ وبالتالي كيف بنعملهن؟ اكيد راح نعملهن اوتبوت، هاي راح تودي الداتا وهي راح تودي الكلوك، فبالتالي راح تكون اوتبوت، وهن مشتركات مع بورد سي، فبالتالي لازم نعمل بورد سي اوتبوت، فبنعمل بت رقم 5 وبت رقم 3 ببورد سي بنعملهن اوتبوت. اذا هاي اول شيء بنعمله، وبالتالي بت رقم 0 1 2 3 هاي بت الثالثه، و4 5 والبت الخامسه بنعملهن اوتبوت، والباقي دونت كير. فبالتالي بهاي الحاله بقول له موف ال دبليو هذا البايت بنقوله على الوركينج دايركتوري، بعدين الوركينج دايركتوري بنقوله على التراي سي، وبالتالي بما انه نقلناه على التراي سي راح يصير الان الاس دي او والاس كلوك راح يصير اوتبوت. اذا هاي اول خطوه بنعملها، لازم هذول نحطن اوتبوت. الان الاس دي اي لاين اللي هو بت رقم 4، هاي الاس دي لاين هيها وينها 4 هيها، هاي مش حاطينها احنا اي شيء، حاطينها زيرو طبعا هنا، معناها هي دونت كير. اذا بدكم اياها كانبوت لازم تحطوا بت الرابع واحد مشان تتفعل، اوكي، احنا هنا مش عم دونت كير. اذا هاي يا شباب اول نقطه عملنا هاي اوتبوت وهاي اوتبوت. اذا الاس دي ان بدي اياه سيريال داتا ان بدي اياها، لازم اعمل التراي سي تاعه، لازم اعمل البت اللي لازم اعمله انبوت يا شباب. طيب تمام، اذا هاي اول شيء بنعمله، حددنا اتجاهات الاس دي او والكلوك. الاس دي ان ما حطيتش، المفروض احطه واحد لو بدي استخدمه، بس احنا تركناه. ليش؟ بدنا المايكرو كنترولر يبعث داتا ما بدنا يستقبل، فبالتالي هذا اللي بنعمله. الان الخطوه الثانيه شو بنعملها؟ الخطوه الثانيه يا شباب لازم نبرمج المايكرو كنترولر تاعنا، لازم نبرمج السيريال بورد، اوكي، وبالتالي لازم احدد الخصائص تاعتي، وبالتالي الان شو لازم اعمل؟ لازم اكتب، اوكي شباب شو لازم اعمل؟ لازم اكتب على هذا الريجستر اللي هو الاس اس بي ستاتس، وكمان على الاس اس بي كنترول، هذول الريجسترين لازم يا شباب اكتب عليهم المعلومات اللي بتعمل لي كونفيجريشن للسيريال بورد، بدي افعل السيريال بورد يا شباب. طيب فطلعوا هون شو عامل لي، حكي لي موف، طبعا اكيد لازم نختار البنك المناسب، ننتبه لازم تعرفوا كل ريجستر باي بنك. طيب الان الخطوه اللي وراها موف ال دبليو 0، فالان قال لي 0 0 اصفار 8 بت اوف زيروز على الوركينج دايركتوري، بعدين يا شباب نقل الوركينج دايركتوري على وين؟ على الاس اس بي ستاك، معناها الان نقل لي الاصفار على الاس اس بي ستاك. الان شو بهي الحاله؟ شو راح هون احط لي؟ راح يطلع هون صفر وهون صفر وهون صفر، اوكي، بالستاك. هذا شو بيعني؟ بيعني يا شباب نقطتين مهمات، هاي انه السامبل تاعيتي صفر، يعني السامبل بتتم ات ميدل، صح؟
الاس ام بي هاي، والكلوك اي قيمتها صفر. شو معنى الكلوك اي قيمتها صفر؟ هيها الكلوك اي قيمتها صفر، معناته عمليه الترانزميت اوكير من الايدل لوين؟ للاكتف كلوك ستيت. تمام، اذا حط هذول الصفر. هسه على البي اف حط الصفر، طبعا هاي البي اف تتغير بناء على ايش؟ تلقائي طبعا، هاي مش احنا بنغيرها. فبالتالي اهم بالتين هن السامبل والكلوك اي، فحطينا احنا هون اصفار. تمام، اذا هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه شو عمل؟ حط للان موف ال دبليو، حط 00110001 بالوركينج دايركتوري، بعدين نقل الوركينج دايركتوري على الاس اس بي كنترول، يعني على هذا الشباب. فنقل للان ايش؟ نقل لي 1 0 0 0 1 1 0 0. تمام، شو معنى هذا له؟ لما نقولهن على الوركينج ريجستر معناهن كالتالي، معناهن اول، طلعوا لي شباب، اول 4 بت هذولا 0001. شو معنى 0001 بالكنترول ريجستر؟ هيهن 0001 معناته احنا ماستر مود، اس بي اي ماستر مود. تمام، معناته احنا ماستر، والكلوك اللي راح نشتغل عليها هي عباره عن الفريكوانسي تقسيم 16. معناته الكلوك تاعيتنا يا شباب راح تكون الفريكوانسي تقسيم 16، واحنا ماستر مود، معناته هذا ماستر، معناته الان الكلوك تاعيتي راح تطلع ايش؟ عبر عبر ال عبر السيريال كلوك. اذا ايش راح يكون سرعه تاعي الكلوك والفريكوانسي تاعيتها؟ راح تكون الفريكوانسي تقسيم 16. فبالتالي الشيفت ريجستر الموجود عندنا هنا بالمايكرو كنترولر راح يشتغل على هاي السرعه، وكمان راح نبعثها لبين لبرا عبر هذا اللاين. طيب الان اذا ايوه، وفي عندنا كثير نقطه مهمه، هاي اس اس بي انيبل حطها 1، اكيد لازم نحطها 1. ليش؟ مشان احنا نفعل هذا السيريال بورت، لازم نفعله، اذا ما حطيناهاش 1 ما بيشتغلش، ولا بيبعث الداتا ولا بيستقبل الداتا السيريال. فاجينا حطيناها 1. الان لما تحطوها 1 راح الان ايش بكون؟ احنا فعلنا السيريال بورت. طيب الايدل تاعي للكلوك شو هون حاطينه احنا؟ هي 1، معناته الايدل تاعي راح يكون ايش يا شباب؟ 1. شو معنى الايدل تاعي 1؟ يعني مرحله الخمول للكلوك راح تكون 1. وبما انها الاس كي اي 0، معناته عمليه الترانزيشن بتتم وين؟ صفر. الترانزيشن اوكير فروم ايدل تو اكتف. الايدل قديش؟ قلنا صفر. تو اكتف الاكتف الايدل 1 عفوا. هيو الايدل اس بي كي 1 معناها الايدل 1، معناته فروم ايدل تو اكتف معناها الاكتف صفر، معناته عمليه الترانزيشن وين بتتم يا شباب؟ على الفولينج ايج. تمام، اذا بهاي الحاله يا شباب احنا لعند هاي النقطه بيكون احنا يا شباب فعلنا السيريال بورت، وكمان مش فقط فعلنا، وحددنا شو كيف بده يشتغل ومقدار الكلوك اللي بده يشتغل عليها، فعملنا له كونفجريشن. الان ممتاز، الان نقدر الان نودي الداتا سيريالي عبر الاس دي او. تعرفوا كيف بنوديها؟ كل بساطه اكتبوا على البفر فبتنبعث الداتا. اوكي، يعني هذا اللي لازم نعمله احنا فقط، بنعمل هاي الاشياء، عملنا كونفيجريشن. تمام، حددنا كيف بده يشتغل. الان الخطوه الثانيه، اذا احنا برنامجنا يا شباب بده يظل يبعث لي تو كاركتر، يعني ببعث الكاركتر الاول وبعمل ديلي، بعدينك ببعث الكاركتر الثاني، بعدينك برد، بظلوا باللوب هاي طول عمره، يبعث الكاركتر الاول ديلي الكاركتر الثاني، وبالتالي اللوب تاعيتي راح تكون كالتالي. اوكي، بالاول عامل كلير للبورتات. تمام، عامل كلير لكل البورتات. الخطوه اللي وراها طلعوا لي شباب،
لوب موف. هذا كاركتر يا شباب، اعمل لي موف لهذا الكاركتر على الوركينج دايركتوري. طب لحظه، الان بدي ابعثه ايش؟ بدي ابعثه سيريالي. فالان شو بقول له؟ موف هذا الوركينج دايركتوري، الوركينج ريجستر، مره ثانيه موف الوركينج ريجستر. راح تنقول لي هذا البوت على الوركينج ريجستر. الان الوركينج ريجستر بدي ابعثه وين؟ سيريالي. فشو الان شو بقول له؟ موف الوركينج ريجستر على الاس اس بي بفر، يعني على هذا الريجستر. مباشره ودوه على هذا الريجستر. تلقائي لما تودوه طوالي الاس بي اي مود لانه فعال، بصير يودي لي الكاركتر واحد واحد. خلينا نرجع لهون. اذا لاحظوا شو احنا بنعمل، بس نقلنا البايت تاب على الوركينج ريجستر، بعدين اكل الوركينج ريجستر وبعثته على الاس اس بي بفر اللي موجود. اس اس بي بفر اللي موجود داخل مين؟ داخل الكنترولر. فبالتالي ال1 1 0 1 0 1 0 1، تمام. اذا هذا راح يروح وين؟ على البفر. طب لحظه، تعرفوا الان شو بصير؟ الان لانه احنا مفعلين السيريال بورت مباشره، راح يصير الان هذول البتات راحات ينرسلن مباشره عبر مين؟ عبر الاس دي او. فالبتات الان راح يرسلن هيهن هيك هي. طبعا باي سرعه؟ بسرعه الكلوك تاعيتي اللي احنا محددينها. وبالتالي كل كلوك بتيجيني، طبعا وين الكلوك؟ اللي هي الفريكونسي على 16. كل فريكونسي على 16 بتيجيني مباشره ببعث بت. طبعا راح نبعث الموست بعدين اكل ليست. وبالتالي راح نبعث ال1 هيها هي 1، بعدينك راح نبعث 1 بالكلوك الثانيه، بعدينك بالكلوك الثالثه 0، بعدينك بالكلوك الرابعه 1، بعدينك بالكلوك اللي وراها 0، بعدينك بالكلوك اللي وراها 1، بعدينك 0، بعدينك 1. اوكي؟ وبالتالي الداتا اللي راح تطلع من هون راح تكون هيك شكلها يا شباب. راح تكون هيك 1 1 0 1 0 1، تمام. 0 1 0 1 0 1 0 1. طبعا كل كلوك عندنا اوكي راح نبعث بت. ايوه لحظه، المايكرو كنترولر بيكون يرسل وبنفس الوقت بيكمل البرنامج. اوكي، يعني انتبهوا، مجرد انتوا ما فعلتوا السيريال مباشره لما تكتبوا على البفر، طوالي اللي راح اي شيء بتكتبوه على البفر راح يبلش ينبعث سيريالي عبر هذا البن، والمايكرو كنترولر بيكمل تنفيذه. فالان احنا هون شو عاملين يا شباب؟ كول لديلي، ديلي 4 مايكرو سكند. طبعا راح يروح على الديلي، طبعا هذا عفوا على هذا الديلي، راح يروح على الديلي تحت هذا السبروتين. طبعا هذا الكود اطلعوا عليه بيعمل لي ديلي مقداره 4 مايكرو سكند تقريبا، وبالتالي راح يشتغل. الان بعد ما يخلص راح يعمل ريتيرن فراح يرجع. الان انتبهوا، بيكون المايكرو كنترولر بينفذ، بدنا ننتبه، والداتا بتنبعث سيريالي عبر الاس دي او، هيك راح تنبعث. بعد هيك يا شباب حسب برنامجنا شو بعمل عندي؟ اوكي، بعد هيك عامل لي موف ال دبليو لهذا البايت الثاني، هذا بايت اخر او ديجيت اخرى. اوكي، بعدينك هذه ودالي هذا البايت او هذا الديجيت للاس اس بي بفر، للاس اس بي بفر. اوكي شباب، الان يا شباب مجرد ما ودينا هذا البايت الثاني للاس اس بي بفر، الان راح ينكتب على الاس اس بي بفر اللي هو هذا البايت. فراح ينكتب الان 0 0 1 0 1 0 1 0. طيب الان مجرد ما كتبنا على الاس اس بي بفر مباشره يا شباب، الان
هذا اللي أي إشي بنكتب على الـ SSB buffer الآن راح يطلع يا شباب عبر الـ SDO bin تمام وينتقل سيريالي أوكي عبر الـ SDO bin وراح يطلع بت بت للخارج أوكي راح يطلع بت باي بت طبعا راح يطلع من الـ most للليست يعني بالأول راح يطلع صفر صفر بعدينك واحد بعدينك صفر بعدينك واحد بعدينك صفر بعدينك واحد بعدينك صفر فبالتالي راح يطلع الآن صفر صفر واحد صفر واحد صفر أوكي واحد صفر تمام شباب إذن هيك راح يطلع هذا البايت الآن انتبهوا يا شباب الآن لما قلنا move WF SSB buffer الآن زي ما قلنا هذا البايت راح ينكتب وين على الـ SSB buffer وبعدينك راح ينتقل على الشيفت ريجستر أكيد بعدينك راح يطلع عبر الـ SDO أوكي الآن بهاي الأثناء المايكرو كنترولر شو بكون بعمل مجرد فقط بكتب على البفر هذا الـ SSB buffer بكتب الداتا تاعته بكمل تنفيذ ترى تمام كمل تنفيذ الآن السيريال بفر والسيركت تاعت السيريال تاعت اللي بتودي الداتا سيريالي تمام بالـ MSSB موديول راح تشتغل وراح تصير تودي لي البتات بهذا البايت راح تصير توديهن بت باي بت سيريالي اوكي حسب السرعه اكيد حسب ايش الكلوك اللي بيشتغل عليها هذا الموديول اللي هو عباره عن الفريكوانسي على 16 اوكي شباب الان بهاي الاثناء البروسيسور السي بي يو اوكي بنفذ الان في هنا عندنا كول لا سبروتين اسمه ديلي 40 مايكرو سكند الان فراح نروح عليه الان هذا الكود لما يتنفذ هذا فعليا راح ياخرنا 40 مايكرو سكند تقريبا اوكي يعني راح يحتاج ل 40 مايكرو سكند طبعا هذا الكود ما له معنى يعني ككود فقط هو لما يتنفذ بياخذ وقت 40 مايكرو سكند وبالتالي كانه راح ياخر التنفيذ 40 مايكرو سكند بعد ما يخلص الان ايش بيرجع طبعا بهاي الاثناء والبروسيسور ينفذ هذا الكود بيكون ايش الـ MSSB موديول يودي عبر الـ SDO البايت اللي إحنا بعثنا أوكي؟ البايت اللي إحنا بعثنا طيب السؤال تاعي ليش هون عامل لي ديلي؟ أوكي؟ بين كل رايت ورايت عامل لي ديلي أوكي؟ حتى نعطي الـ MSSB موديول الوقت المناسب حتى يرسل الداتا سيريالي يعني ما بدنا نكتب على البفر والداتا تاعتنا بعدها مش مرسلة أوكي؟ فمنا نعطيه الوقت المناسب فهذا هو الهدف يعني بنرسل البايت الأول نخليه يستنى شوي بعدين برسل البايت الثاني أوكي شباب الآن زي ما انتم شايفين بهاي الرسم اللي موجودة أمامنا هنا هذا عبارة عن البايت اللي راح يرسل اللي هو عبارة عن 00101010 إذا كل كلوك برسل لي إيش برسل لي 1 بت تمام شباب أوكي فعليا إذا هيك راح يصير بعدين go to loop راح نرجع الآن على loop مرة ثانية أوكي وراح هذا البايت يبعثه على البايت راح يودي على working register بعدين كل working register راح ينبعث على SSB buffer وبالتالي راح ينبعث إيش سيريالي بعدينك راح يعمل delay 40 مايكرو سكند ويرسل البايت الثاني أوكي برضه سيريالي عبر SDO تمام وظله هاي loop تشتغل وترسل لي هذول البايتين ورا بعض اوكي راح نظل نبعث يا شباب ورا بعض الان يا شباب بمثالنا هذا بتلاحظوا انه احنا اخترنا الاس كي بي 1 صح هيها شو معنى الاس كي بي 1 يعني الايدل ستيت قيمته 1 تمام اللي هو هيها اس كي بي 1 كمان يا شباب اخترنا الاس كي اي 0 هيها اس كي اي اخترناها 0 شو معنى الـ SKE صفر؟ يعني الـ Transition بصير لما ننتقل من حالة الـ Idle اللي هو من حالة واحد لحالة صفر يعني على الـ Falling Edge وبالتالي بتلاحظوا يا شباب هنا على الـ Falling Edge لاحظوا هنا على الـ Falling Edge بعثنا بت واحد طبعاً لمين؟ للبايت الأول طبعاً بنبدأ بالموست احنا بنبعث الموست يا شباب بهذا الموديول بالـ MSSB موديول بنبعث الموست Significant Bit طيب على الفولينج ايدج الثانيه بعثنا الواحد الثاني
على الفولينج ايدج الثالثه بعثنا الصفر، فهي بعثنا الصفر. على الفولينج ايدج الرابعه هيها بعثنا البت اللي وراها اللي هي الواحد، فبالتالي هينا بعثنا الواحد. على الفولينج ايدج اللي وراها تمام هيها هيك، هاي على الفولينج ايدج اللي وراها بعثنا شو يا شباب؟ بعثنا الصفر. اوكي بعثنا الصفر الى اخره. وبالتالي شباب كل فولينج ايدج، مره ثانيه بس هيها، كل فولينج ايدج يعني هاي الفولينج ايدج الاولى، هاي الفولينج ايدج الثانيه، هاي الفولينج ايدج الثالثه. اوكي اذا كل فولينج ايدج بنبعث بت، فعلى الفولينج ايدج الاولى بعثنا الواحد، هاي الموست هيها هاي واحد. على الفولينج ايدج الثانيه بعثنا الواحد الثاني، هاي الواحد الثاني. على الفولينج ايدج الثالثه بنبعث الصفر. اوكي تمام يا شباب الى اخره. فبالتالي احنا المود تاعنا اللي اخترنا اس كي بي واحد واس كي اي صفر، وبالتالي هاي هي الرسمه تاعتنا. بس لاحظوا الفرق يا شباب بينها وبين لو احنا حطينا الاس كي بي واحد والاس كي اي واحد. يعني هنا حطيناها واحد الاس كي البولاريتي، وحطينا الاس كي اي صفر. اوكي الاس كي اي الصفر حطينا احنا واحد بدال الصفر ببرنامجنا. اوكي شباب الان ايش معنى الاس كي بي واحد والاس كي اي واحد؟ الاس كي بي واحد يا شباب تعني انه الايدل ستيت عندنا واحد، اما الاس كي اي واحد بتعني انه الترانزيشن بيتم لما ننتقل من الاكتيف ستيت للايدل ستيت. الاكتيف ستيت بهاي الحاله بما انه الايدل ستيت واحد، اذا الاكتيف ستيت بهاي الحاله راح تكون صفر، وبالتالي عمليه الترانزيشن بتتم وين؟ على الرايزنج ايدج. فلو نطلع هون على هاي الرسمه اللي امامنا، هاي عباره عن الرايزنج ايدج وهي عباره عن الرايزنج ايدج. تمام اذا عمليه الترانزيشن او عمليه نقل البتات بتتم وين؟ على الرايزنج ايدج اللي موجود عندنا هون. تمام وبتلاحظوا كل رايزنج ايدج، اوكي كل رايزنج ايدج راح ننقل 1 بت. وهون كمان يا شباب هاي بالبدايه اوكي راح ننتقل من الايدل للواحد. اوكي راح ننقل الان عندنا اول بت، وبالتالي راح ينتقل الان 1101001 اللي هو عباره عن هذا البايت الاول يا شباب. تمام اوكي وبالتالي شباب هذا الفرق بين هذول الرسمتين اللي امامنا. طبعا البرنامج تاعنا اوكي احنا مختارين الاس كي بي واحد تمام والاس كي اي صفر، وبالتالي هاي هي اوكي هذه هي عباره عن السيجنال اللي راح تظهر وين؟ على الاس دي او اللي موجود يا شباب عندنا. اوكي شباب تمام. الان يا شباب لو استخدمنا الاوسيلوسكوب لعرض الداتا اللي بتطلع على الاس دي او بن تاعت المايكرو كنترولر، وكمان يا شباب لو عرضنا اللي هو عباره عن السيريال كلوك اللي بتطلع لي من المايكرو كنترولر، يا شباب راح تلاحظوا انها بتشبه الشكل اللي موجود امامنا. اوكي؟ فزي ما انتم شايفين يا شباب بهاي الرسمه، هاي الرسمه يا شباب تعرض لي الكلوك اللي بتطلع لي من المايكرو كنترولر، وكمان الداتا اللي بتطلع من المايكرو كنترولر عبر البن اللي هي الاس دي او. فزي ما بتلاحظوا يا شباب، اوكي؟ انه بالرسمه اللي موجوده امامنا انه هنا كل ديفيجن موجود عندي اوكي بالهوريزونتال تايم مقسمه لايش؟ ل 10 مايكرو سكند. اوكي فبالتالي لاحظوا كل ديفيجن عباره عن 10 مايكرو سكند، والديفيجن الثانيه والثالثه الى اخره، فكل ديفيجن عندنا هون عباره عن 10 مايكرو سكند. تمام الان كمان يا شباب كل ديفيجن مقسم لخمس اجزاء، كل ديفيجن مقسم لخمس اجزاء، وبالتالي يا شباب بما انه كل ديفيجن مقسم لخمس اجزاء هذا بيعني اوكي كل ديفيجن انه مقسم لخمس اجزاء هذا بيعني انه كل ديفيجن عباره عن 2 مايكرو سكند، 2 مايكرو سكند، وبالتالي
هي عباره عن 2 مايكرو سكند، هي عباره عن 2 مايكرو سكند، هي عباره عن 2 مايكرو سكند، هي 2 مايكرو سكند. وبالتالي معناته الكلوك سايكل تاعيتي هيها عباره عن ايش؟ راح تكون الكلوك سايكل تاعيتنا راح تكون 4 مايكرو سكند. الكلوك سايكل تمام، يعني هي هاي 2 وهاي 2 معناته 4، اذا 4 مايكرو سكند. وبالتالي شباب هذا بيعني انه ايش؟ انه الفريكونسي تاعيتي قديش راح تكون؟ الفريكونسي 1 على 4 مايكرو سكند. قديش راح تساوي؟ راح تساوي 250 الف هرتز، يعني 250 كيلو هرتز. تمام؟ اذا هاي الفريكونسي اللي بتشتغل عليها او الفريكونسي اللي بتطلع لي من المايكرو كنترولر. فكل كلوك سايكل بنطلع احنا بت واحده. تمام؟ وبالتالي الفريكونسي زي ما انتم شايفينها 250 كيلو هرتز. طيب 250 كيلو هرتز بتعرفوا من وين اجت؟ هي عباره عن شو يا شباب؟ عباره عن الفريكونسي اوكي اللي طلعت عندي هاي اللي هي 250 كيلو هرتز، عباره عن من وين اجت؟ عباره عن الاف اوسليشن الاوسليتر تبعت المايكرو كنترولر تقسيم قديش؟ طلعوا لي هنا تقسيم 16، اذا اف اوسليتر تقسيم 16. والاف اوسليتر تاعت المايكرو كنترولر هذه عباره عن 4 ميجا هرتز، اذا 4 ميجا هرتز تقسيم 16، وراح تساوي هاي قديش؟ 250 كيلو هرتز. الان يا شباب هذا الرقم اللي طلع معانا هنا اوكي اللي هو عباره عن 250 كيلو هرتز، اذا هذا بيعتمد على احنا ايش حطينا بالاس اس بي كنترول ريجستر. فزي ما انتم شايفين هنا حطينا بالاس اس بي كنترول ريجستر، وينه؟ هيو حطينا 00110001. وبالتالي بهاي الحاله اوكي بناء عليه راح تكون الفريكونسي تقسيم 16. تمام؟ فريكونسي راح تكون تقسيم 16، الفريكونسي حسب السؤال هنا 4 ميجا هرتز حسب هذا المثال. تقسيم 16 راح تكون 250 كيلو هرتز بالضبط، فلما شفنا السيجنال على الاوسيلوسكوب طلعت فعليا 250 كيلو هرتز. تمام شباب؟ وكمان يا شباب يمكن الملاحظه من هذول الرسمتين الموجودات امامنا انه احنا فعليا لما بدنا نرسل بايت فبالبدايه شو بنعمل؟ بنرسل الموس سيجنيفيسنت بتاعه. فزي ما بتلاحظوا يا شباب اذا بدنا نبعث هذا البايت اللي هو 1101001 فراح نبعث بالبدايه الموست اللي هو ال1، بعدينك البت الثاني اللي هو 1، بعدينك 0، بعدينك 1، بعدينك 0، بعدينك 1، بعدينك 0، بعدينك 1 يا شباب. تمام؟ اوكي. وبهيك يا شباب بيكون انهينا الحكي عن موديل اس بي اي بالموديول اللي هو الاس ام اس اس بي، موديول اللي هو خاص بالسينكرونس سيريال كوميونيكيشن. يعطيكم العافيه يا شباب.